التجربه بالنسبه لي كانت جديده جدا، لان انا لما عملت دور بويكا في المسلسل مع استاذه يسرى كان يعني كان دور سهل عليا الحمد لله، وعشان نفسي امثل الدور هنا انا واخد مسؤوليه ان واحد عنده جهاز مفروض يساعد الناس اللي فاقده البصر، فمش عايزه واحد تافه وعايزه واحد قد المسؤوليه دي. الحمد لله ربنا قدرنا على كده الحمد لله. السينما جميله يعني اقول لك ايه، من زمان نفسي امثل وبتمنى ربنا يكرم الجميع. انت عايز توقعني ولا ايه؟ ان شاء الله في حاجه في رمضان مع نجم كبير جدا، وانت تقريبا الوحيد اللي قلت له السر ده، فحافظ عليه بعد العرض الخاص بنزله. في حاجه مع نجم كبير جدا برضو، يعني مفيش حد تقريبا مش بيحبه، يبقى بص بقى الحته دي عشان ما حدش يفهم غلط. في دور ان شاء الله في رمضان مع نجم كبير جدا مفيش تقريبا حد ما بيحبوش. ومشاريع الجايه عندي البوم انا ماجله لحد ما الدنيا تستقر في فلسطين. احنا على فكره الفيلم اتاجل، كان مفروض في شهر 11، واحنا برضو هنا كنا مأجلين تضامنا مع فلسطين، بس ده الشغل يعني، وحسيت ان كل الناس بتشتغل، فانا موقف شغلي وموقف حالي، فاتمنى ان الناس ما تزعلش مننا وتفرح لنا بس.